صباح سعيد، كأنه عيد. صباح الخير يا اهلا زين، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج حكاوينا بالمصري مع هدى وندى. بس قبل ما نروح حكاوينا بالمصري هيتكلم عن ايه النهارده، تعالوا نرحب بزميلتي وتقديم مشترك هدى. ازيك يا هدى، عامله ايه؟ ازيك يا ندى، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. شفت الطريق كان عامل ازاي؟ الطريق النهارده كان صعب جدا. يلا الحمد لله، المهم ان احنا لحقنا الحلقه. اكيد، بس هو حصل تبديل كده في الفقره الاولى بدل الفقره الثانيه، بس الدنيا هتبقى ماشيه معانا تمام. بس تعالي نطلع فاصل ونرجع نشوف حكاوينا بالمصري هيقدم لنا ايه، استنونا. اهلا وسهلا بيكم في حكاوينا بالمصري مع ندى وهدى. النهارده الفقره حصل فيه تبديل في الفقره الاولى بدل الفقره الثانيه. المفروض زي ما احنا متعودين ان الفقره الاولى بتبقى معانا صحه عامه والفقره الثانيه بتكون الموهبه، ولكن حصل تبديل عشان الطريق، فالفقره الاولى هتكون معانا الموهبه، وتعالوا نرحب بيها. نور ازيك؟ علي صوتك شويه. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. جاهزه؟ انت عارفه احنا النهارده هنتكلم في ايه؟ لا. طيب بصي يا ستي، انا سمعت عنك ان انت عندك مواهب كتير، بتعرفي ترسمي وبتعرفي تعملي لبس للعرايس، وكمان واخده ميداليات كتير زي ما احنا شايفين طبعا، وشهادات كتير، صح؟ انت ايه اللعبه المفضله اللي انت بتلعبيها في النادي؟ انت واخده ميداليات في ايه؟ الجودو. الجودو. طب اشمعنى الجودو اللي بتلعبيه؟ ليه يعني؟ اشمعنى دي اللعبه المفضله بالنسبه لك؟ عشان بابا قال لي ان هو لما احنا بنتمرن بنعرف ندافع عن نفسنا ويخلينا اقوياء. وفي تمارين تانية بس انا كنت سبتها، كنت برضه واخده ميداليات فيها. تمام. انت وصلتي لغايه فين في الجودو بقى؟ قولي لنا كده. حزام الاخضر. الاخضر. احنا طبعا معانا الميداليات بتاعت نور، ميداليات كلها من نادي الشمس. انت في فريق الشمس صح كده؟ تمام. ايه تاني بقى يا نور؟ عندك ايه تاني بتعمليه؟ احكي لنا. ماما قالت لي ان انت بتجيبي العرايس وتقعدي تسرقي كده حتت من ورا ماما وتقعدي تخيطيها، وماما يا ندى تقعد تدور عليها وندى تخبيها، وبابا بيتآمر مع ندى ويخبي معاها، صح كده؟ مع نور. ايه ده؟ انت دخلتيني معاهم في صح كده يا نور؟ قولي لي بقى موضوع العرايس ده ايه؟ يعني لما بيكون في شرابات قديمه او قماشات بتاعت مطبخ والحاجات دي، انا باخدها واقعد اخيط فيها، بعمل حاجات للعرايس. وريني كده. بتعرفي تعملي؟ وريني كده. عملت لها السلويت ده. الله حلو كتير. وايه كمان؟ والتيشيرت ده. طب وبتعرفي تعمليهم ازاي؟ يعني بتتفرجي على اليوتيوب او اي حاجه عشان تعرفي تعملي؟ لا. تعمليهم لوحدك؟ ايه ده؟ ازاي دي؟ طب ايه تاني معاكي؟ العروسه دي كنت عامله لها شعر. انت اللي عامله لها شعر؟ عامله شعرها؟ طب انت بتجيبي الادوات دي منين يا نور؟ انا لما بيكون عندي حاجات قديمه بفضل اقطع فيها لحد ما يكون شكلها حلو، وافضل احط عليها حاجات لحد ما تكون عامله كده. حلو ده. انت عندك كام سنه يا نور؟ 8. 8 سنين. المدرسه بتاعتك لغات ولا عربي؟ لغات. لغات. طب وايه اكتر ماده بتحبيها؟ الانجليش. الانجليش. اشمعنى الانجليش؟ عشان هو سهل وحلو. معنى كده ان ممكن في المستقبل يبقى بدل الانجليش كمان فرنسيز بقى واسبانول وكده لغات بقى. طيب بصي، انا سمعت من مامي وبابي ان انتي متحدثه لبقه، هل الكلام ده صح؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ حلو السؤال ده. يعني يعني ممكن تقعدي مع اي حد وتعرفي تتكلمي معاه. كمان شفت لك حاجات على اليوتيوب، الناس اللي بتبقى عندها امتحانات، انتوا بتبقوا عاملين كده ليه؟ صح؟ طيب لما تيجي نتخيل كده، بما انك بتحب الانجليش، اماجن، تخيل او التصور ان احنا رحنا مثلا مستشفى 57، طبعا تسمعي عنها، مستشفى السرطان. طيب وفي طفلين مش عارفين يلعبوا ولا عارفين يعملوا اي حاجه وتعبانين خالص، نور هتساعدهم ازاي عشان تخليهم يتكلموا معاكي وتخليهم وتشديهم ان هم يجوا يلعبوا معاكي او يشتغلوا معاكي في الحاجات اللي بتشتغلي بيها للعرايس؟ اشتغل قدامهم في الحاجات دي، او اخليهم يعملوا معايا فيديوهات. طيب هتشديهم ازاي؟ يعني تخليهم ان هم يقوموا من السرير وهم تعبانين خالص ونايمين، ان هم يقوموا يتكلموا معاكي ازاي؟ هتقولي لهم ايه؟ بصي للكاميرا وقولي لهم عشان هم سامعينك دلوقتي. كاميرتك اهي. يعني ان احنا نصور فيديوهات او نلعب مع بعض او اعمل حاجات قدامهم. ايه بقى الحاجات اللي ممكن تعمليها قدامهم؟ ان انا افصل. ممكن ناخد بقى ناخد قماش معانا ونقول لهم انزلوا فصلوا معانا وكتعلميهم بقى، صح كده؟ بس هما ما ينفعش يمسكوا اي حاجه فيها معدن عشان هما تعبانين، فبرضه هتبقى في هنا حاجه معطلانه،
هنساعدهم برضو ازاي؟ اعمل الحاجات دي قدامهم واوريهم يعملوها ازاي لحد ما يعرفوا يعملوها وبعدين يبقوا يعملوها معايا. طب ده بالنسبة لو احنا عايزينهم يقوموا، طب لو انت عايزة بقى توعيهم وتقول لهم ان احنا نبقى اقوياء ونتغلب على المرض، هتتكلمي معاهم ازاي عشان هم يدخلوا معاكي في موضوع؟ يعني هنخليهم يعملوا فيديوهات معانا لحد برضو ما يقدروا يعملوها، لحد يعني لما يعملوا هما فيديوهات. طب ايه الكلام اللي ممكن تقوليه في الفيديو؟ نتخيل كده ان احنا في الفيديو ونتكلم سوا، ان هنبدأ نقول ايه؟ ان هم بيقسموا وبيعملوا فيديو حاجات للعرايس كده. انت هتقدميهم يعني في الفيديو للناس ان هم دول بيرسموا وبيعملوا عرايس عشان هم يتجرأوا ان هم يعملوا كده. انت بترسمي صح يا ندى؟ يا نور مش عارفه ليه جايه هي نور مش مع عارفه انت ندى، بتحبيني قوي النهارده. قلبي يا ندى. صح يا نور، انت بتحبي ترسمي وبتعرفي ترسمي، يعني ممكن كمان ناخد ادوات رسم معانا صح كده، وناخد سكتشات كتير وناخد بالزبط. الوان رسم ونوزع عليهم بقى سكتشات ونرسم ونوريهم رسوماتك صح كده؟ طيب تيجي انا وانتي نقول توعية ليهم وطنط هدى او ميس هدى. يلا يلا بينا. بس يا ميس هدى، احنا نعتبر نفسنا ان احنا فعلا في المستشفى وان احنا فعلا قدامنا الطفلين او قدامنا مجموعة اطفال، ونور معانا هتدعمنا وهتساعدنا ان احنا نوجه ليهم توعية وكلام ليهم. تمام تمام تمام. يلا يا نور هنقول ايه؟ ازيكم يا اطفال يا حلوين، احنا سعداء ان احنا معاكم وبنوجه لكم من مكاننا ان انتوا تكونوا اقوياء وشداد وتتغلبوا على المرض وانتوا اقوى منه. مفيش حاجة اسمها ان انا تعبان خلاص افضل نايم في السرير، لا، اقاوم وواجه حتى لو انا سن صغير برضو اقاوم وواجه واقوم. وفي اطفال بتساعدنا وبتدعمنا زي نور، صح يا نور؟ صح. هتقولي لهم ايه انتي كمان؟ وميس هدى هتقول لهم ايه كمان؟ ممكن نقول برضو يعني ان شاء الله كل حاجه تيجي خطوه خطوه، لو بدانا ان احنا نتعب شويه ربنا هيبقى يقف معانا واحنا هنيجي بقى نروح المستشفيات ونقف معاهم ومن هنا نقول لهم بقى احنا وراكم واحنا معاكم ونور كمان معاكم، وهنجيب كراريس رسم ونروح المستشفيات ونعمل كل حاجه مع الولاد. وانت يا نور هتقولي لهم ايه؟ ان هم لازم يشتغلوا عشان ربنا يخليهم يقدروا يقوموا ويعملوا الحاجات دي صح. تمام، ويكونوا اقوياء ويتغلبوا على كل حاجه عندهم صح. طيب نور بعد كده انت عايزه توصلي لايه او ايه اللي نفسك ان انت تحققيه؟ يعني اعمل ايه لما اكبر؟ ايوه بالظبط، وانت شطوره اهو فهماني. ابقى مدرسه انجليش. برضو مدرسه انجليش. طب غير الانجليش، مفيش غير انجليش والجودو، لعبه الجودو اكيد في حاجه تانية. انت نفسك تلعبي لعبه تانية نفسك صح؟ نفسك تبقي زي مين؟ مين القدوه اللي عايزه تبقي زيها؟ نفسها تلعب لعبه تانية كمان؟ وما عندهاش وقت صح؟ ما عندكيش وقت. عايزه تلعبي لعبه ايه تاني؟ يومك ماشي ازاي؟ جمباز. هو انت ليه العابك عنيفه كده؟ مش عارفه جودو جمباز. بحب الجمباز عشان كنت بتمرنه وانا صغيره خرجت منه. بس ليه العاب عنيفه؟ انت مش شايفه ان انت بنوته رقيقه ممكن تلعب لعبه حلوه بدل الجمباز وبتلعب جودو؟ العاب عنيفه يعني ليه؟ لا الجمباز مش عنيف قوي برضه، يعني هو الجودو هو اللي قوي لكن أيه الجمباز مش. بس دي معروف ان الالعاب دي واخده اتجاه الولاد. لا الجمباز برضه واخده الاثنين. طيب مين اللي بيشجعك اكتر يا نور، بابا ولا ماما؟ الاثنين. مين اكتر؟ مين اكتر؟ في حد اكتر من حد؟ لا مفيش حد. لا في. مين اللي بيديكي الدعم؟ مين اللي دايما لما بتروحي اي مشوار بتقولي لازم تكون انت اللي معايا؟ مين؟ اكيد بابا صح، زي ما جه معاكي النهارده. طب انا شفت حاجه بره كده الاستوديو وقلت لما ادخل لازم اسالك عليها، ايه الحاجه اللي بابا قال لك بره انفخي فيها دي يا نور؟ ايه دي؟ اكيد انت عارفه دي ايه. ايه بابا كان بيعملها؟ صوت. عشان إيه تعملي ايه؟ يقول لي خدي نفس طويل استرخي. طب الحاجه دي بتعمل لك كلاسيكيشن يعني كده بتهدي الاعصاب. طب انت عارفه الحاجه دي عباره عن ايه؟ طب ايه بقى عباره عن ايه؟ تبقى مديتيشن صغير. مديتيشن صغير ما شاء الله، دي عارفه مديتيشن يعني. لا ما شاء الله نور قمر يعني. لا 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 بجد ابهرتيني. طيب إيه انت هل هتلعبي فعلا زي ما انت قلتي دلوقتي جمباز هتلعبي؟ طب لو وفرنا وقت
ممكن تلعبي لعبة تانية غير الجودو والكمباس؟ اه. ايه اللعبة اللي انت عايزة تلعبيها تاني؟ فولي بول. فولي بول، واو حلو ده، انا بحبه على فكرة. نبقى نلعب سوا ماشي؟ طيب انت نفسك لما تكبري تكوني ايه؟ مدرسة انجلش كمان برضه. مدرسة؟ لا انا غير مدرسة انجلش والله، حاجة تانية. ما انا عارفة ان هي عايزة تبقى مدرسة اكيد مش ايه تاني؟ تحققي ايه؟ توصلي ايه؟ اكيد في هدف. نفكر. طيب عبال ما نفكر في احنا عايزين نوصل لايه، نطلع لقدام، قول لنا الفيديوهات بتاعتك بتتكلم عن ايه؟ ده في فيديو انا شفته ليها بصراحه اللي هو بتاع الامتحانات. لا هو في كذا فيديو. طب انا عندي امتحان قريب، هتعملي معايا ايه؟ ده في فيديو يا ندى مخبيه عن مامتها عشان بتتكلم بين الفرق بين الام المصريه تقريبا والام الاجنبيه، صح كده؟ طب انت عاصرتي الام الاجنبيه عشان تعرفي تدخلي في حوار بين الام المصريه والام الاجنبيه؟ اه. طب وريني كده كنت بتتكلمي بتقولي ايه بقى بما اننا على الهوا، يلا بقى. فرصة. الأم الأجنبية طيبة، بتخلي يعني بتخلي ندى يعملوا إن هو يعملوا الحاجة اللي هم عايزينها. زي إيه؟ ياكلوا حلويات كتيرة، يقعدوا على التليفون. أما الأم المصرية لا، على فكرة بقى معلش أنا بقطعك في الحتة دي، الأم الأجنبية كده إيه لايف ستايل، مش بتأكل حلويات كتير. الأم المصرية اللي بتأكل حلويات كتير، أنت عندك خطأ في الحتة دي. لا الأم المصرية بتأكل فول وطعمية، حاجات غريبة. فول وطعمية. الام الاجنبيه بتاكل همبرجر عشان كده. هو ده الفرق معاكي. السلزونات انت فاهمه، انت عايزه الجو ده، السلزون بقى والعصير يجي لك والحياه تبقى ماشيه بيس. اه صح، هو انت عايزه كده. اه اه. وايه كمان يا نور، عايزه ايه كمان يا حبيبتي؟ الام المصريه بتعمل ايه تاني بغير الفول والطعميه؟ إيه انت مش شايفه في الام المصريه غير الفول والطعميه؟ هي ماما بتاكلك فول وطعميه بس؟ لا اه، ده هي هتظبطك في البيت. وكمان ايه الفرق، إيه الفرق بينهم؟ ان يعني ان مثلا دي تخلي رضا يعملوا اللي هم عايزينه، مثلا يخرجوا يعملوا دولت مذاكره مذاكره مذاكره. اه يعني نقدر نقول في الجزء ده ان الام الاجنبيه عندها الحريه شويه، الام المصريه عندها قيود، ده لا او ده لا او ده. بس اقول لك على حاجه يا نور، انت اكيد صغيره سنا بس تفكيرك كبير. في حاجه اسمها العادات والتقاليد، كل دوله او كل بيئه ليها عاداتها وتقاليدها. احنا هنا في مصر عاداتنا وتقاليدنا ان احنا ماشيين بهذا المنطق، بره الحريه عادي. انت فاهماني؟ واكيد بتلاحظيها. هل لبسنا هنا زي لبس بره؟ طيب هل اكلنا هنا زي اكل بره زي ما انت كنت بتقولي؟ لا. فكل مكان ليه عاداته وتقاليده، فاحنا لازم نمشي على العادات والتقاليد بتاعتنا، ما نقارنش اشمعنى او علشان هنا في حاجه وهنا في حاجه. دي بيئة ودي بيئة، وعلى حسب التنشئة اللي انتي تربيتي فيها، صح ولا غلط؟ صح. ايه كمان؟ ايه الفيديوهات التانية بقى اللي انتي بتتكلمي عليها؟ موضوع تاني زي ايه مثلا؟ انا عاملة فيديوهات كتير بس لسه ما نزلتهاش. طب اللي طب ايه اكتر فيديو حباه؟ اللي هو بتاع الامتحانات، احكي لنا عليه كده. بتاع الامتحانات احكي كده للمشاهدين عليه. انا فضلت اعمل عليه وامسح واعمل وامسح، قلت محدش جاي، محدش كان راضي ساعتها اصور اصلا. انا عرفت منه ورحت اصور. كنت بتتكلمي عن ايه بقى فيه؟ بيعملوا ايه في الامتحانات؟ هي بتوصف الفيديو ان هي كانت قاعده على المكان اللي كانت قاعده عليه وبتعمل الفيديو، فبتقول ايه؟ ما اقعد شويه على النت، ايه ده فلانه بعتت لي رساله ما اشوفها، لا مش مهم المذاكره دلوقتي. حسستني بيا ذكيتش اصلا. انا فعلا في الاخر لما بلاقي التن جت على الموبايل بركن المذاكره وبعد اشوف بقى ايه اللي جالي. المفروض بقى ان احنا ايه لما نكون قاعدين، وده ليكي وللناس كلها، لما نكون قاعدين ومقررين ان احنا هنعمل حاجه خلاص نقفل كل حاجه، نعملها اوف تليفون، ايه محدش يكلمني في الوقت ده، محدش يخبط عليا الباب في الوقت ده، علشان انا في حاجه مهمه جدا هعملها. اهم حاجه مهام الوقت، نستغل كل ثانيه في حاجه مفيده، ما نهدرش وقتنا، ما نضيعش الوقت، صح ولا غلط؟ صح. صح. وايه كمان؟ انا اصلا يعني ما فيش ناس تبعت لي كتير، فانا ايه اما بصدق حد يبعت لي افتح بقى اسيب المذاكره. انا بعت لك كتير. طب بقول لك ايه، لما تقولي كده الصفحه بتاعتك على اليوتيوب اسمها ايه عشان الناس بتدخل تتفرج عليكي؟ اه كله يعمل لك لايك. نونا تيوب. تعرفي تسبلينج الحروف بتاعتها؟ ان او ان اي تي يو بي اي. تمام، ممكن تقولي تاني؟ ان او ان اي تي يو
بي اي. حلو ده، ظبطت الدنيا، ظبطت الاداء. طيب انتي في حاجه حابه توصليها لبابي ومامي تقوليها لهم من هنا، او حاجه حابه توصليها للاطفال اللي في سنك او لاصحابك؟ نمشيهم بالترتيب، بابي تقولي له ايه؟ مش عايزه تقولي له حاجه؟ مش عايزه تقولي له شكرا انك بتديني ده، انك بتقف معايا وبتساعدني؟ طب قولي، انا اللي اقول. قولي. شكرا. ها؟ جيت معايا، المشوار ده كان طويل. المشوار كان طويل. تمام. ها؟ المشوار كان طويل قوي؟ جدا. يعني مش هتيجي انا تاني؟ ليه؟ شركة طويل. ما هو المشوار كان طويل، اقولك علشان كان في مشكلة في الطرق النهاردة، حظك وحظنا ان الطرق كان فيها عقبة كده في المرور، ولكن هي مش كل مرة بتبقى في مشكلة في الطريق، فاحنا ليه نقول انا مش هاجي علشان الحاجة دي مش حلوة، عشان كانت زحمة، او عشان الحاجة دي حصل فيها موقف فانا خلاص مش هاجي. لا، ليه؟ طب ما يمكن المرة الجاية تبقى احلى، يمكن ربنا بيختبرك بيشوفك انتي هتعملي كده ولا مش هتعملي كده، هتيجي تاني ولا مش هتيجي تاني. هتيجي كده، انا احبك، جيب لك شوكولاته. طيب مامي حابه تقولي لها ايه؟ مش عارفه برضو. مش عارفه تقولي لها شكرا، زعلانه منها، بتحبيها، ولا ما تحبش؟ ما تحبيها قد ايه؟ هي وبابا. هي وبابا. تحبي مين اكتر، بابا ولا ماما؟ الاثنين زي بعض والله. يا شطوره شطوره، وقعناش في بعض بقى يا جماعه. انت عندك اخوات صح؟ اخ واحد بس. اخ واحد اسمه ايه؟ ادهم. انت اكبر ولا هو؟ انا. بيعمل معاكي فيديوهات؟ عامل معايا واحد بس لسه ما نزلتوش. ما بيقولكيش ايه اللي انت بتعمليه ده على لبس العرايس؟ ايه تاني بيلعب؟ بيلعب لعبه معاكي او بيلعب لعبه تانيه؟ بيلعب جودو. بيلعب جودو بس ما دخلش بطولات لسه. بيلعب جودو عشان انت بتلعبي جودو؟ يعني انت اللي قلتي له تعالى العب معايا وحببتيه فيها؟ بابا دخله عشان نفس الحاجه اللي انا دخلتها عشانها، عشان تدافع عن نفسك، عشان تبقوا مع بعض كوي. مثلا كل البنات بتلعب لوحدها والولاد بيلعبوا لوحدها. لا انا قصدي يعني عشان تبقوا زي بعض في نفس اللعبه. طيب مين اشطر، نور ولا ادهم؟ كويسه داخل اصلا. نور. طب مين اشقى في البيت، نور ولا ادهم؟ ادهم. احنا الاثنين. احنا الاثنين بس هم يعني مين اللي بيعمل ساعات؟ بس انا ساعات ايه، كانت مره ماما وبابا كان جايبين بيبسي، ازازه بيبسي، ماما كان قايلين ما تشربيش منها. انا بالليل كنت كل شويه بستنى ماما يروحوا، مش بالليل، كنت بستنى ماما كلهم يروحوا بعيد في اوضه وانا اروح اشرب شويه. وبالليل ساعات بعمل نفسي رايحه اعمل اشرب ميه او اي حاجه. تروحي شاربه من البيبسي؟ اروح شاربه من البيبسي. طب لما تيجي تاني يوم بقى، لحد ما انا اللي خلصت في الاخر ورميت الازازه. وعرفوا بقى من اللي شربوا بعد كده ولا ما عرفوش، ولا عرفوا دلوقتي؟ لا، اعترفت لهم بعدين. اعترفت لهم قبل كده؟ طيب بعديها باسبوع. طب لما جه تاني يوم بقى، حد سال مين اللي شرب البيبسي؟ قلتي ادهم ولا انا؟ ما خدوش بالهم. ليه الازازه اختفت من الثلاجه مره واحده؟ قلت لهم ما انتوا كنتوا بتشربوها، اي حد يجي لنا بتشربوها. كنت بشرب لوحدي. ما كنت بشرب لوحدي. طيب معاكي دقيقه يا نور، حاجه حابه توصليها لصحابك او تقولي لاي حد على الهوا ان انت مبسوطه او بتحبيه او زعلانه منه، اي حاجه عايزه تقوليها. انت مين اكتر صاحبه معاكي في الكلاس؟ مين هما؟ اتنين. اسمهم ايه؟ انا احنا عندنا بنات مش كتير، فانا مصاحبه كل بنات الفصل اللي معايا، بس في اتنين تلاتة او اتنين انا بحبهم قوي، موده وريميس، وواحده تانية اسمها ساره بتجيب لنا كل حاجه. عشان بتجيب لكم كل حاجه فانت بتحبيها؟ طب انت مش لا بتجيبها؟ انا كنت بحبها عشان كنت على طول بقعد جنبها، وهي لما انا مثلا او موده نتخانق هي كانت بتيجي تصالحنا، وانا لما كنت بتخانق مع واحده كنت بروح اقول لها عشان هي تيجي تصالحنا انا بقى. يا سلام. يعني انت بتحبي ريميس عشان هي بتصالح بينك انت وموده لما بتتخانق؟ لا، ساره. ماشي، ركزي يا مس موده النهارده. وريماس عشان صاحبتي، وموده عشان يعني احنا الاثنين صحاب من اول ما انا دخلت المدرسه، كانش ليا اصحاب فهي كانت صاحبتي.
تمام طيب. بس كانت رخمه في الاول بعدين ما بقتش يا نهار ابيض ربنا كرمها دلوقتي. لا يا مش قصدها ان انت رخمه، هي قصدها بس ان انت بتعملي تصرفات بتضايقها شويه. نحسن هنقول لهم بقى ايه؟ كانت رخمه بعدين برضه كانت. لا انت مش رخمه برضه. حاولي تقللي من تصرفاتك عشان ما تضايقيش نور. تمام. في حاجه تانية حابه تقوليها؟ طيب مين اصحابك بقى في الجودو اكتر بتحبيهم في الجودو؟ مين اللي بتمرنوا معاكي؟ تمام. دول اللي في الكلاس. احنا خلاص فاضل لنا ثواني وننهي الفقره دي. ما عنديش يعني بتمرن معاهم بس في واحده كده مش قوي اسمها رقيه. تمام. بس مش قوي يعني. يعني بتحبيها برضه. واحنا كمان بنحبك يا نور وكنا سعداء بيكي جدا النهارده، واكيد ان شاء الله هيبقى بينا لقاء تاني. صح يا هدى؟ احنا مبسوطين قوي ان انت معانا ان شاء الله. اكيد الاطفال كلها مبسوطه النهارده، وعايزه اقول لك ان احنا هنوصل فعلا الرساله اللي احنا اتكلمنا عنها في البدايه لمستشفى 57، واكيد هي وصلت، ولو ما وصلتش هنوصلها. فان شاء الله يكون بينا لقاء تاني يا نور، واحنا سعداء بيكي جدا. نشوفكم ان شاء الله بعد الفاصل.